سيد رئيس الجمهورية يبارك لكم ويتمنى لكم نجاح على نجاح. التكريم يتمثل في مبلغ مالي قدره 30 مليون دينار جزائري، أي 3 ملايير سنتيم لكل فريق، وكذلك حافلة من نوع مرسيدس لكل فريق. نشكر السيد رئيس الجمهورية على هذا الحفل التكريمي اللي راح يزيدنا ان شاء الله دفع للامام باش ننظم بالرياضة في ولاية خنجر. بكل صراحة حتى الولاية تاعنا تستحق باش تكون في حاضرة الكبار وتستاهل فرحة كما هذه. احنا كإدارة وانا كرئيس وفرنا كل الإمكانيات اللي نقدروا عليها باش كانوا اللاعبين مرتاحين. احنا من بين الفرق القادرة ما كانش عندنا إضرابات في اللاعبين، استقرار تام منذ 6 سنوات. نشكروا فخامة الرئيس عبد المجيد تبون على هذه الاستضافة الكريمة اللي دارها لنا، والحمد لله هذا شغل صعود، هذا ما جاش هكاك برك، خدمنا تعبنا الحمد لله، كفأنا ربي على جل هذه الصوالح.